حاضر. ماما. ايوه يا امنية. انا كل اصحابي بيضايقوني عشان انا ودني كبيرة. قولي يا امنية ودني. هو انا ودني كبيرة؟ لا يا امنية ودنك مش كبيرة، انت ودنك صغيرة يا امنية. طب يا ماما انا ودني حلوة؟ ايوه يا امنية انت جميلة قوي يا امنية. يعني انا ودني جميلة؟ ايوه يا امنية يا حبيبتي. متأكدة يا ماما انا ودني حلوة؟ ايوه ايوه يا امنية ودنك صغيرة وجميلة. يعني انا ودني صغيرة وحلوة؟ ايوه يا امنية. انا ودني صغيرة وحلوة يا ماما؟ ايوه يا امنية ودنك صغيرة يا امنية. انا ودني جميلة بجد؟ ايوه يا امنية يا حبيبتي. ماشي يا ماما. يلا يا حبيبتي روحي المدرسة. ماشي انا هروح المدرسة بس انا ودني حلوة. انت قمر يا امنية وجميلة يا حبيبتي ودنك صغيرة كمان. ماشي. يلا يا حبيبتي خلي بالك على نفسك يا امنية. ماشي ودني حلوة؟ ايوه ودنك حلوة يا امنية. طيب يلا كمل اكل صالح. ماما انا ودني حلوة. ودنك صغيرة يا امنية وجميلة يا حبيبتي. يلا يا صالح. يلا يا بابا. تيجي نتجوز في السر يا بابي. تيجي نتجوز في السر. ازيك يا عم محمود عامل ايه؟ الحمد لله يا حبايبي. الحمد لله. كله طب مذاكرين كويس وعاملين الواجب؟ ايوه مذاكرين. انا برضه لازم اطمن عليكم انتوا زي اولادي. ماشي يا عم محمود. ماشي يا حبيبتي. الله قولي ايه ودنه جت. عارفه انا كل يوم بستنى الصبح يجي عشان اصطبح بامنيه ودن. كل لما اشوف افصل دي حنام على الله يخيبك يا مكه انت وغازه. ماشي يا عم. بس عارفه ودنها دي فيها ميزه وفيها عيب. عارفه ايه الميزه؟ ايه الميزه؟ والله ما اعرف حاجه. ادخل يا ولاد يلا. يلا يا عم. نتجوز في السر بابي. والله اي حد النهاردة يقول لي يا ودنه انا مش هسيبه، وكمان هعرف اخد حقي منه كويس جدا عشان خلاص زهقت من كل الناس، المستر وصحابي في المدرسة وفي الدرس كلهم بيضايقوني، وحتى عم محمود انا زهقت منهم كلهم. ماشي انا مش هسيبكم، وبالذات كمان مكة دي. مكة دي بالذات هي اللي بتخلي الناس كلها تقول لي يا ودنه. ماشي محمود. عامل ايه يا محمود؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام والله. كويس يا محمود. انت في ايه يا ابني مالك؟ ماليش يا محمود. بنت مرات نايمه برضو. تعرف يا محمود؟ ايه يا مسمار؟ لقيتها على الطريق خدتها معايا، لقيتها نايمه. نايمه؟ اه يا محمود. فواه يا حبيبتي. فواه يا حبيبتي. انت جاي تتعلمي مش جاي تنامي. صح يا محمود. صح. مسمار ينفعش اقول لها محمود؟ لا بنت ايدي عليك. خلاص يا محمود. طبعا الصبح. خلاص يا محمود. خش ولا مسمار. لا يا محمود. مش الحاسه دي كبرت شويه ولا بتهيألي انا؟ لا كبرت. كبرت؟ اه. خش دي والله مدرسه عجيبه. واحده بودن واحده برجل. خش يا مهد. يلا بلاطه. خش حبيبي. الله العظيم. محمود عليك. ولا مسمار. ولا مسمار. محمود. هي مسمار. هجيب الشخليطه. هجيب لك انت تقفل الحمام. يا زورجي. انت جاي ممكن تعمل لي مشاكل. وبلوبيف. بلوبيف بلوبيف. ماشي يا بلوبيف مسمار. بلوبيف بلوبيف. سيب فمك مفتوح. وبس. ايه؟ وبس. وبس ايه بس؟ مسمار افتح يا ابني هتعمل لي مشاكل. لو المدير جه ولا حاجه هيبهدلني. جيب الحاجات دي بكره ولا مش هتجيب اللي انت عاوزه. عارف مفيش حاجات دي. اجيب لك والله. اقفل عليك. ولا مسمار. بالله عليك يا مسمار. خلاص خلاص ينفع كده يا مسمار. حاجات تفتح منك. هجيبها لك والله. ماشي يا حبيبي يا عم محمود. يا حبيبي يا مسمار. ماشي اجي يا عم محمود تبقى صاحبي وحبيبي. ايه ايه صاحبك وحبيبك وكفاء. صباح الخير يا ودنو. عامله ايه؟ انا في سؤال. انا نايم امبارح بالليل افتكرتك قاعد كده مع نفسي قعدت افكر بتحط الهاند فري في ودنك ازاي؟ تيجي بتجيب مشابك الغسيل. على فكره انا هزعل منك يا عم محمود. ما تضايقنيش. زي بابا ما ينفعش تقول لي كده. عاوز اقول لك على حاجه. الله يكون في عون الاهالي. واحده بود واحده جالي نايمه واحد ناسع. والله بشوف العجب. اه بقى عشان عايزه ادخل يا عم محمود. اه بس عشان ودنك ما تخبطش فيا. ماشي يا عم محمود انا مش هسيبك. اوعى تشبك في الباب.
ماشي يا عم محمود ماشي. انا مش عارفه ايه الفصل الغريب ده، واحده اسمها ودنه وواحد اسمه مسمار وواحده اسمها بلاطه وواحده اسمها ريا وسكينه، في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الفصل ده؟ واحده اسمها عايده. ايه ده؟ ده مش فصل، ده مش فصل. انا عايزه اقول لكم على حاجه بقى، اول ما امنيه تدخل من باب الفصل نغني ونفضل نقول لها يا ودنه. ماشي يا مك. ماشي يا مك. ماشي. امنيه يا ودنه، هو انا ينفع اسالك سؤال واحد بس؟ هي ودنك دي دخلت من باب الفصل ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. سلام يا مستر محمد. مذاكرين؟ مذاكرين. اسأل يعني؟ اسأل. جاهزين؟ جاهزين. مالك يا أمنية، في حاجة ولا ايه؟ ايوه، بص يا مستر، انا كل اصحابي عمالين يعيبوا عليا ويقولوا لي يا أمنية ودنه، وعايزة اقول لك على حاجة، مكة هي بتخليهم يبدأوا كلام معايا ويقولوا لي يا أمنية ودنه. مكة؟ نعم يا مستر. ما ينفعش كده يا مكة، انت قلت الامنيه ايه؟ انا كنت بقول لها منى يا حبيبي يحب وداني 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 منى يا حبيبي تحب وداني وداني منى يا حبيبي. يا امنيه، هم ما غلطوش يا امنيه لما قالوا لك يا ودنه، ما انت فعلا ودنه يا امنيه. انت عارفه يا امنيه، كل لما اشوفك بفصل ضحك، بتموتيني من الضحك يا امنيه. جاهزين اسالكم؟ جاهزين يا مستر. مكه حيوان بحرف الالف. اسد. سافل مكه. غزل. نعم. بلد بحرف الميم. مصر ام الدنيا. سافل غزل. مسمار يا مستر. حيوان بحرف الخاء. خروف. سافل مسمار. ما جماد بحرف الباء. بلاط. سافة البلاطة. أمنية جماد بحرف الواو. وردة. غلط يا مستر، ودنه. ودنه يا 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 ودنه. شكلك مسخرة يا أمنية. ماشي. انت يا مك تعرفي لو بقيت امنيه تاني وقلت لها ودنه اخلي ودني الكبير شبهها؟ انا بطل معاها. لا انت ماده في ظهرك غلط، دمك تقيل، ما تقيهاش تاني. حاضر. ظهرك وحش. حاضر. لو بقيتيها تاني اخلي ودنك عندي. خلاص خلاص.
انا اسف، مش هقولها كده تاني. مش سامعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا بدر، لو ضايقتها تاني اخلي ودنك قد كده وهاخدك معايا بابا. حاضر حاضر. يا بيبي تعال معايا. قولي بقى، انت بتضايق عمليا ليه؟ ها؟ بتقولها يا ودنه ليه؟ سايب ليه قلتلها يا ودنه تاني؟ والله هروح لبنتك دي واخلي ودنها قد كده. اخر مرة اتضايقها المفروض يعني ان انت راجل امن محترم تقف زي الواحد كده مظبوط، مالكش مالكش دعوة باي حد يجي، فاهم؟ ما تضايقهاش تاني؟ اوعى تضايقها تاني، انت راجل وحش. يا سيادة المديرة الحقيقة. خير خير. في عفريت في المدرسة. عفريت؟ ايوه. انا وده كلام يتصدق برضو يا مستر محمد؟ في عفريت في المدرسة؟ كنت بعلم كراسات التلاميذ وطلع لي وقال لي مالكش دعوة بأمنية يا ودنه تاني. ايوه وانا كمان كنت طالعه من الحمام والعفريت طلع لي وقال لي وهتقولي الامنيه يا امنيه ودنه تاني. ايوه انا طلع لي عفريت سحبني من الكرافات رفعني لفوق 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 وبعد كده هبدني على الارض وقال لي مالكش دعوه بامنيه ودنه تاني. وانا برضه طلع لي العفريت وقال لي لو قلت الامنيه ودنه تاني انا مش عارفه اعمل فيك ايه، وقال لي ما تقولهاش يا امنيه ودنه. قال لي قال لي قول لها يا امنيه. عايزه افهم حاجه بس، مين امنيه ودنه دي؟ هي ميس ايه دي امنيه اللي معانا في الفصل، اصل احنا بنتريق عليها وبنقول لها يا امنيه ودنه. طب هو ينفع برضه نتريق على بعض يعني يا مكه؟ وانت فين يعني يا مستر محمد؟ انا بهزر معاها بقول لها يا ودنه. انت كمان يا مستر؟ ماشي يا مكه، انت اللي وصلتيني اعمل فيك المقلب الوحش ده، وانا مش هخلي حد يقول لي يا امنيه ودنه تاني. انا اسمي امنيه وبس. ماشي يا مك، انا هوريك عشان تعرفي تضايقيني كويس وتقولي يا امنيه ودنه. يعني انت يا مستر محمد المفروض تكون قدوه للاطفال، انت اللي بتخليهم يتريقوا على بعض يا مستر محمد. انا بهزر معاها والله. هو في هزار كده برضه؟ وانا عايزه افهم حاجه، يعني العفريت ده نزل مخصوص يعني عشان يدافع عن امنيه ودنه؟ طب احنا هنعمله دلوقتي يعني يا مستر محمد هو في عفريت اصلا؟ يا انت يا برضه يا عم محمود مصدق ان في عفريت برضه؟ يا جماعه عيب، احنا كبار. انا شفته بعيني العفريت. والله العفريت طلع بقولك سحبني من الجرافات ورفعني لفوق فوق فوق وقبضني على الارض. نزلت على ظهري. والله هو طلع لي عفريت والله وشفته بعين الاثنين. يا سيادة المدير انا هتصرف. ايوه يا امنيه حبيبتي خير. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. خير يا حبيبتي يا امنيه؟ في ايه؟ ما بينك. تعالي يا حبيبتي ما تخافيش. في ايه؟ بصي انا عارفه مين العفريت. بجد؟ انا هقول لك، انا كنت في الحمام ولقيت عفريت طلع لي. تمام. انت كمان طلع لك عفريت؟ ايوه. طب قولي لي احكي لي. تمام. وبعد كده ايه قلت امشي ورا العفريت من غير ما يشوفني ومشيت بالراحه، لقيت ايه العفريت قلع كده وطلعت مكه هي العفريت لابسه الوش حاسوب شنطتها. مكه؟ اه. طيب يا حبيبتي لو مش مصدقني روحي فتشي شنطه مكه تلاقي فيها وش العفريت وعبيت العفريت. طب خلاص انا هتصرف. انا سياده المديره هنعمل ايه دلوقتي يا سياده المديره؟ احنا خايفين كلنا. خلاص بالراحه بالراحه، هاخد اجازه واطلع البيت. عم محمود. نعم. على البوابه ورا مكان شغلك لو سمحت. اتفضل. والعفريت عم محمود؟ في عفريت بالنهار وفي عفريت اصلا. اتفضل يا عم محمود. هو بالليل بس. اتفضل يا عم محمود. هنعمله. طيب مستر محمد انت ومكه لو سمحت عايزاكم قدامي على الفصل. اتفضلوا. طب تعال. اتفضلوا كلكم قدامي على الفصل. فين بقى شنطتك يا مكه؟ اهيت يا ميس. طب لو سمحت اديها لي. اهي يا ميس. هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. حالا هتعرفي في ايه. ده ايه ده بقى ده؟ ايه ده؟ ايوه هو ده العفريت اللي طلع لي. ايوه هو ده العفريت اللي طلع لي وخبيه. هو ده حضرتك؟ هو ده؟ ايوه. انت بقى اللي عامله ازعاج في المدرسه وبتخوفي الاطفال. اخوف اطفال ايه يا ميس؟ انا معرفش حاجه والوش دوت مش بتاعي ولا جابه في شنطتي.
انت بتعملي كده يا مكه وعايزه تعملي مشكله الامنيه صاحبتك وتظلميها كمان. والله العظيم انا ما عايزه اعمل لها مشكله ولا اظلمها. الوش ده انا ما اعرفش ايه اللي حاطه في شنطتي، والله الوش ده ما بتاعي. انت يا مكه تخوفيني؟ والله يا مستر الوش ده ما بتاعي صدقني. ماشي يا مكه. يا مكه انت تخديني يا مكه، وانا عملت لك ايه يا مكه عشان تخديني؟ يا غزل انا عمري ما اخدك يا غزل، ده الوش ده مش بتاعي. خلاص بس يا ولاد، بصي يا مكه لو اتكلمتي معايا بصراحه انا مش هعملك حاجه، بس لازم تقولي لي الصراحه. ماشي. كلمي بقى، كنت بتعملي ايه في امنيه بالظبط؟ بصراحه انا كنت بخلي صحابي كلهم يتريقوا على امنيه ويقولوا لها يا امنيه ودنه. طب ليه يا حبيبتي، هي اذتك في حاجه ولا عملت لك حاجه؟ علشان هي بتطلع الاولى على المدرسه وانا عايزه امشيها من المدرسه. يبقى انت بقى كده يا مكه انت اللي عملتي كده. والله العظيم ما عملت حاجه صدقيني يا ميس، والله ما عملت حاجه. اسمعيني بس وافهمي، بطلي حلفان، انت اللي عملتي كده وانت عايزه امنيه تطلع وحشه وتظلميها وسط المدرسه. والله انا ما عايزه اظلم حد، انا مش عارفه ايه اللي حاطه في شنطتي، جه ازاي في شنطتي ازاي يعني؟ حرام عليك يا مكه، ليه كده بس؟ خلاص يا امنيه معلش يا حبيبتي، اتفضلي قولي الامنيه. انا اسفه. انا اسفه يا امنيه. ماشي، اتفضلي خدي شنطتك وقفلي هناك قدام مكتبي عشان هعملك استدعاء ولي امر، وممنوع تدخلي المدرسه هنا غير بباباكي ومامتك. والنبي يا ميس، خلاص يا ميس والله ما عملتش. اتفضلي اتفضلي. صدقيني يا ميس ما عملتش حاجه يا ميس. اتفضلي قدام المكتب يلا. وانا عايزه اقول لك على حاجه يا ميس، مش مكه بس اللي بتضايقني، كمان مستر محمد هو اللي مشجعهم ان هم يعملوا كده. مستر محمد؟ ويعني ينفع كده يا مستر محمد؟ واحنا بنجيب الاطفال عندنا المدرسه مش عشان نعلمهم التربيه قبل ما نعلمهم التعليم؟ انت اللي بتخلي الاولاد ان هم يتريقوا على بعض يا مستر محمد. انت وماما كمان. انا اسف، انا اسف يا امنيه. طب عايزه اقول لكم على حاجه بقى، امنيه دي من هنا ورايح زي بنتي بالظبط، واللي هيكلمها اي كلمه انا اللي هحاسبه وهياخد رفض 3 ايام من المدرسه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا مين. ده غير العقاب طبعا اللي هياخده. خلاص خلاص. وانت يا مستر محمد اخر مره تعمل كده وبحذرك. حاضر، انا اسف يا امنيه. ماشي يا مستر. يلا حبيبتي اتفضلي على الفصل. اتفضلي يا مستر محمد. ايوه كده بقى، انا اخدت حقي، مفيش حد هيقول لي يا امنيه ودنه تاني.